الفقرة التانية اللي هنلعبها مع محمد حسن هنغمله عينه وهنسأله أسئلة وهو يرفع الورقة وهو بقى وإحساسه، هنشوف بقى عنده إحساس زي ما هو عنده إحساس في الملعب ولا لا. خلاص. محمد أول سؤال معانا، أنت ملتزم ولا خاربها؟ ارفع ملتزم ولا خاربها؟ قولي الأول أنت إيه؟ لا كده كده أنا في الشغل مفيش هزار، بس في الأوف سيزون يعني أكيد ببقى براحتي يعني. أيوه ملتزم ولا خاربها؟ لا في الشغل ملتزم طبعا. طب ارفع ورقة. أرفع ورقة؟ خلاص اختيارك خليه هنا. ماشي اهو. تحب النوم ولا بتحب السهر؟ احب النوم ولا بحب السهر؟ لا انا بفضل النوم. طب ارفع ورقة. ارفع ورقة. ربنا يستر مش شايف اي حاجة. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ هو كل ما هو طيب جميل، بس في الساحل يبقى الشرير. طب ارفع ورقة. ورق معانا كتير. اها. والاسئله دي انت ايه؟ لغايه دلوقتي ماشي ايه؟ طب يا الكوره جت في ايدك ولا لا؟ يا دي السؤال. اهو الاحساس بقى. جت في ايدي ولا لا؟ جت في ايدي ولا لا؟ احساس هيروح لهنا وربنا يستر. وانا مش مسؤول عن الاختيار ده. أنا افضل فتره كانت ليك او النادي المقرب ليك، الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي من ساعه ما انت لعبت؟ بعيد عن الاختيار الاسماعيلي طبعا طبعا، بس هنشوف بقى الورق هيودينا لفين. عادي بادي كولومب زبادي. اختياراتك ايه؟ عايز مني ايه؟ دمرت حياتي. خلصت عليا انت. في حاجه ثانيه؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تهزرش. الاسماعيلي. ايوه. كرة ما جاتش في ايدك. نعيد الفقرة دي تاني. بركة دعاء امي والله. عيدها تاني. كنت شايف ولا لا؟ وحياة ورحمة ابويا انا ما اعرفش حاجة على الفقرة وما كنت شايف اي حاجة. طب نعيدها؟ لا يا باشا زي الفل. يا زبط. ماشي حبايبنا برضو مش مشكلة. عندكم واحد مطلوبين برضه اوقات. تحب النوم؟ طبعا طبعا يا جماعه والله. بص انا حاسس ان الترابيزه هتتكسر. والله عشان نيتي سالكه والله العظيم. ايه الاختيارات بتاعتك صح بنسبه كام في الميه؟ 200% طبعا. احساسك عالي. احساسك بالجريمه عالي جدا ما دام الاختيارات ما جاتش في ده برضه. لا ماشي نمشي. انا عدي 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 دي.